ننتقل مشاهدينا العاصمة الإسبانية مدريد مع مراسلنا جمال جبلي. جمال، قبيل فترة التوقف الدولي تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وقال إنه وضع خطا أحمر تحت مباراتي أوساسونا وأتلتيك بلباو كمباراتين أساسيتين في الطريق نحو لقب الليغا. فاز في الموعد الأول وما زال ينتظر موقعته ضد الفريق الباسكي، ما يجعل المباراة تكتسي أهمية كبرى للفريقين. مساء الخير. مواجهة القمة هذا الأسبوع بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو، كلاهما يطمح إلى لعب الأدوار الأولى. ريال مدريد طبعا متصدر الليغا والذي يطمح إلى التتويج بلقب البطولة، بينما أتلتيك بلباو أخذ المركز الرابع من أتلتيكو مدريد، علما بأن أتلتيك بلباو في الفترة الأخيرة خصوصا في كأس الملك أقصى أتلتيكو مدريد في نصف النهائي وأقصى برشلونة في ربع النهائي، وهو سيلعب الأسبوع المقبل النهائي ضد مايوركا. أما في الليغا فهو في تحسن مستمر، ولا شك بأنه لا يريد النزول من الموقع الذي بلغه وهو المركز الرابع، إذ أصبح الآن ضمن الأربعة الأوائل وهي المراكز المؤهلة إلى دور الأبطال، والجميع يعرف مدى أهمية هذا الترتيب ومدى أهمية المشاركة في دوري الأبطال رياضيا وماديا. أيضا أتلتيك بلباو سيعتمد أو يعتمد على دفاع جيد وهو ثاني أحسن دفاع في الليغا بعد ريال مدريد، لكنه يعتمد أيضا على هجوم قوي وسريع قوامه الأخوين ليامس اللذين كثيرا ما صنع انتصارات فريقهما في الفترة الأخيرة خصوصا في كأس الملك. أما بالنسبة لريال مدريد، الجميع يعرف طموحاته هذه السنة، هو المتأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، المتوقع أن يلعب بعد حوالي أسبوعين ضد مانشستر سيتي مباراة الذهاب. في انتظار ذلك سيسعى للتقدم خطوات أكثر نحو ضمان لقب البطولة، وعليه بالفوز على بلباو الذي كما يعلم الجميع بدأ ريال مدريد موسمه، المباراة الأولى كانت ضد بلباو في ملعب سان ماميس، وتمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز وقتها بهدفين مقابل شيء. ستقولون بداية الموسم ريال مدريد فاجأ بلباو، لكن كانت أيضا بداية الموسم بالنسبة لريال مدريد، وبالتالي اليوم ريال مدريد في أحسن أحواله، هو الذي لم يخسر سوى مبارتين هذا الموسم وكلاهما كانتا ضد جاره أتلتيكو مدريد، ذهبا في الليغا بثلاثة مقابل واحد، ثم أتلتيكو مدريد هو من أقصى ريال مدريد من كأس الملك في ثمن النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين، نتيجة ثقيلة وكانت لا شك تحكي سوء سيطرة أتلتيكو مدريد في تلك المباراة. لكن المباراة مباراة ضد أتلتيكو مدريد أو ضد برشلونة لابد دائما من إخراجها من السياق العام لإدخالها في سياق خاص، وهو المواجهة بين غريمين، بين ضد برشلونة أو ضد الجار العدو أتلتيكو مدريد الذي تمكن كما أسلفت من تحقيق الفوز وإخراج ريال مدريد من كأس الملك. يبقى بأن مباراة اليوم مهمة لا لشيء إلا لأن برشلونة بعد فوزه الجميل والعريض والمستحق في ملعب ميتروبوليتانو ملعب أتلتيكو مدريد على أتلتيكو مدريد بثلاثة مقابل لا شيء، أصبح الآن ينافس أو لديه طموح في العودة في الليغا، ولا شك أن أي عثرة بالنسبة لريال مدريد ستقلص الفارق إلى خمس نقاط، علما بأن كلاسيكو هناك في الأفق بعد حوالي أقل من شهر. شكرا جزيلا لك جمال جبلي من مدريد.